استغلالا لمعلومات وارده الى مقر الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بمسرقين، تمكنت ذات المصالح في ظرف وجيز من الاطاحه بشبكه اجراميه مختصه في السرقه والسطو على المنازل، متكونه هذه العصابه من 8 أشخاص في العشرينيات من العمر، ينحدرون من ولايه وهران وينشطون باقليم بلديه مسرقين، مسبوقين قضائيا في قضايا مماثله. مكنت هذه العمليه من توقيف المتورطين 8 مع استرجاع المسروقات الاتي ذكرها: جهاز تلفاز، جهاز حاسوب محمول، وجهاز تلحيم. سيتم تقديم متورطين امام السيد وكيل الجمهوريه المختص اقليميا حول جنايه تكوين جماعه اشرار لغرض الاعداد لجنحه السرقه بتوافر ظرفي التعدد والكسر والتحطيم.